حوار غامض بين البدري وماهر والمركز الثاني يغري الأحمر، يمكن ده اللفظ. المركز الثاني طبعا النادي الاهلي بيدور دائما على المركز الاول وليس المركز الثاني. الوفد انطلاقه الاهلي تتحدى طموح الاسيوطي في الدوري، اما المصري اليوم الاهلي يحشد قوته الضاربه للزحف نحو القمه على حساب الاسيوطي، والبدري يحذر لاعبيه من الغرور. ايضا الشروق الاهلي يسعى للاقتراب من القمه على حساب الاسيوطي، اما اليوم السابع الاهلي يستدرج الاسيوطي للزحف نحو القمه الليله. ايضا الوطن سبورت الاهلي يواصل تدريباته غدا بدون راحه عقب موقعه الاسيوطي. اما اخيرا البوابه نيوز الاهلي يستضيف الاسيوطي بحثا عن الفوز الثامن على التوالي. يمكن دي يمكن بعض العناوين كابتن ربيع لمباراه اليوم. مباراه مهمه اكيد لفريق النادي الاهلي استكمالا للمباريات المؤجله بالنسبه له. طبعا ما زال النادي الاهلي بعد مباراه النهارده مؤجلات النهارده، طبعا الاسيوطي هيتلعب النهارده ثم المقاصه كابتن ان شاء الله ثم النصر ثم اخيرا هتكون مباراه المقاولين. كده كابتن ربيع الاهلي يستكمل مبارياته المؤجله بشكل كبير. اكيد هيتحدد بعد نهايه هذه المباراه المؤجله النادي الاهلي هيكون موقعه فين، ولكن خليني اكلمك على مباراه النهارده كابتن ورؤيتك لهذه المباراه، طبعا بعد انتصار كبير للنادي الاهلي على فريق انبي باربع اهداف مقابل هدف واحد. مباراه النهارده ان شاء الله يا محمد باذن الله بعد توفيق ربنا ومكسب هتصعد النادي الاهلي للمركز الثاني، يتصعدوا للمركز الثاني وكمان يبقى لنا ثلاث مباريات مؤجلين. فماتش مهم جدا طبعا، وطموحنا وطموح اللعيبه والمركز الاول للبطوله الدرع طبيعي جدا النادي الاهلي. فانا من وجهه نظري فنياته عاليه جدا، فورمه يملك مقاومات البطل، احسن فريق جاهز حاليا في مصر هو النادي الاهلي بدون منازع. الحاله جيده بشكل عام، الحاله الفنيه رائعه، الاهلي يملك خطوط، يملك حراسه مرمى، يملك خط ظهر، يملك وسط ملعب، يملك خط هجوم شرس. دي حقيقه الاهلي في احسن حالاته الفنيه، الاداء رائع بالك. النسب الفنيه لو انا اتكلمت في جانب مهاري مميز زي مثلا التمرير تلاقي التحضير والاستحواذ كبير جدا، هتلاقي تحركات واعيه جدا، واخد بالك، تلاقي التفاهم، تلاقي الترابط، هتلاقي الانسجام، هتلاقي ان دايما الكتله بتتحرك هجوميا عشان توصل للثلث الامامي وتسجل على طول. الكتله بتوجد فرص كتيره، بناء على الفرص دي بتسجل الاهداف. الاهلي حاليا جاهز يا محمد، مفيش قلق خالص. احنا قلنا النهارده مهم جدا عشان هبقى الثاني وباقي لي ثلاث ماتشات مؤجلين، قربت ان شاء الرحمن 22 يبقى 25 نقطه، الاول 27 وباقي لي ثلاث ماتشات بامر الله تعالى. اللعيب عارف يعني ايه تركيز والتزام واصرار واراده، لعيب الاهلي عارف ان هو بيلعب على الدرع، بيلعب على البطوله، فماتش النهارده بثلاث نقاط مهمين جدا. اللعيبه برضو واعيين جدا وفاهمين جدا وعارفين يعني ايه التزام وتركيز، مفيش تهاون في النادي الاهلي خالص، مفيش تهاون خالص. الحمد لله ان الامور بفضل الله. الماتش اللي قبل كده نتيجه كبيره جدا غير نسبه الاهداف اللي ضاعت يا محمد. طبعا. فالاداء الفني رائع، الحاله تطمنا، الانسجام والتفاهم، يعني دلوقتي بقى في حاله ابداع شيقه، في حاله ابداع غير اهداف غير النتيجه. فالحمد لله الامور ماشيه احسن ما يكون. انا من وجهه نظري ما فيش فريق السنه دي في الدوري الممتاز ان شاء الله يقدر يقف قدام النادي الاهلي. انا بتكلم بفنيات يا محمد، وبتكلم باوراق، وبتكلم بلعيبه، وبتكلم بقدرات، وبتكلم بجهاز فني. فان شاء الله ماتش النهارده باذن الله تعالى مهم جدا جدا، ربنا يوفقهم ويعملوا ماتش كويس ان شاء الله تعالى. واكيد ان هم بيحترموا الاسيوطي، بيحترموا الاداره، بيحترموا الجمهور، بيحترموا اللعيبه، بيحترموا علي ماهر اكيد، وده شيء مش جديد عند لعيبه النادي الاهلي. طول عمر اجيال النادي الاهلي بتحترم المنافس، فاكيد النهارده علي برضو عنده مهمه ثقيله، هيقابل هجوم، هيقابل حلول، هيقابل تنويع، هيقابل جزء بدني ومهاري وخططي. فهو طبعا لحد ما هي ايضا مباراه للشهره بالنسبه لهم كابتن، لحد ما نتكلم في سير المباراه. اعتقد ان هي مباراه ان شاء الله مش سهله، لكن الفوارق الكبيره تخيلوا ان النادي الاهلي هو الاحسن، هو الافضل، هو الاقدر بالفوز ان شاء الله. طيب يعني ده منذ قليل طبعا وصول النادي الاهلي لاستاد القاهره، طبعا التجهيز للتسخين والاحماء، يعني طبعا بدايه الصلاه، طبعا بيخلصوا صلاتهم.